الدين هو الذي يجمل الحياة. حياة بلا دين لا قيمة لها، ضنك كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنك لها أوجه كثيرة جدا. قد يكون عندك المال لكن حياتك ضنك، صدرك أضيق من سم الخياط، ما انتش مستمتع بحاجة، مكتئب بلا سبب. والاكتئاب ده أصبح ظاهرة عامة في هذه الأيام، مكتئب بلا سبب، بلا سبب ظاهر. طبعا الاكتئاب له أسباب لكن هو مش عارف هو مكتئب ليه. فمش القصد اديك معلومة، القصد ان انا احضك على ان تعيش الدين، تجعل الحياة خاضعة للدين. مش زي ما احنا ماشيين النهاردة في بلاد الاسلام، انت لا تمشي بامان الاسلام، انت تمشي بامان القانون. حصر الاسلام في المساجد، تدخل المسجد تمارس الاسلام، تطلع برا المسجد تلاقي القانون. لا، ده احنا عايزين الناس يمشون في الطرقات بامان الاسلام. مسلم ملتزم يبقى عارف انه امن، امن على نفسه، امن على عرضه، امن على امواله.